يا بنتي انا مش فاهم حاجه، انت كلمتيني قلت لي ان علي كان تايه، اجي دلوقتي تقولي لي ان علي جاي يخطبك مني تاني ازاي؟ ايه يا بابا في اللي بقوله صعب؟ بس يا حبيبي علي جاي هو سياده امه علشان يطلبوني من اول وجديد. ايه الصعب في كده فعلا يا جد؟ يا حبيبتي الصعب دلوقتي انا عايز افهم اتفق معاهم على ايه؟ ها شبكه كام؟ مهر ازاي؟ ده ليه؟ ده ليه؟ عايز اعرف اتكلم في ايه؟ ايه كل ده يا جد؟ مش حال انها كانت متطلعه قبل كده؟ مش حضرتك عارف الست اللي متطلعه عندنا في بلدنا بيسموها الست المعيوبه؟ اخص عليك يا سولي، بتقول عليا انا كده انا معيوبه؟ لا سوري. طب انا كده عرفت ان انا مش هطلب منهم حاجه خالص. يا جماعه انتوا بتعقدوا الموضوع ليه؟ احنا عايزين نسطرهم ونخلص. مشوا حبي المرة دي، وبعد كده ان شاء الله الطلاق اللي جاي اعملوا اللي انتوا عايزينه، اشرطوا براحتكم. ايه تنتون وتنتن اللي انا قاعده بينهم دول؟ لو ما بطلتوش تتكلموا بالطريقه دي هدخلكم اوضتكم. لا خلاص الا الاوضه انا هحسب. انا فهمت دلوقتي، انا احسن حاجه مش هفتح بقي وانت بتكلمي واقول اللي انت عايزاه. اخص عليك يا بابا، معقوله تقول كده؟ ده انت الخير والبركه، ما اقدرش اتكلم وانت قاعد. عرفتي طول عمرك تفهمي في الاصول، انا فعلا ربيت. ربنا يخليك ليا يا رب. الباب بيخبط، قوم يلا قوم افتح. العريس جه، العريس جه. زغروت يا ام سولي. ما بعرفش ازغرط. يو زغروت يا مي. يعني ام سولي ما عرفتش انا هعرف. زغروت يا جد. لا ما تحترم نفسك. يو ما حدش عارف زغرط خالص. طيب بس 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 لحظه، يفتكرونا مدلوقين. قوم افتح. العريس يلا. الولاد مبسوطين قوي يا بابا. بابي وحشتني قوي. وحشتوني قوي يا اولاد. اوعى تسيبنا تاني يا بابي. لا يمكن حاسبكوا تاني ابدا. ايه يا اولاد؟ هي انا ما وحشتكوش ولا ايه؟ مش تسلموا عليا؟ وحشتينا طبعا يا بيت. لازم يعني بابي ومامي يطلقوا عشان نشوفك. انت ايه مش بتيجي غير في المصايب؟ سولي عيب كده، اتفضلوا على اوضكم. يوه بابي بقول لك ايه، بلاش الحاجات اللي ها كده وكده، انت فاهمني، احنا بنتنا اشرف من الشرف. يلا يلا. ازيك يا علي؟ ازيك يا انجي؟ وحشتيني قوي قوي قوي. بس انا زعلان منك يا انجي، كده ترزعي كاميليا علقه وتخرشميها وتضيعي علينا العزومه. طول عمرك تفس يا لولو، اعمل ايه بقى؟ استفزتني بس. ولا يكون في بالك، هعمل لك عزومه احلى منها بكتير بايديا دول. ايه ده بقى؟ ان شاء الله هتقفوا تسبلوا لبعض وتسيبونا واقفين كده؟ لا طبعا، اتفضلي. شكرا. ازيك يا عمي؟ اهلا يا علي. وبعدين ايه يا اخويا داخل علينا طويل طويل، ايد ورا وايد قدام؟ معلش اصل ماما استعجلتني. ازيك يا ست سياده؟ اهلا بيك يا ابو انجي. يوه صدقني نسيت اسلم عليكي. وانا كمان نسيت اسلم عليكي يا تونت. تونت؟ بس الحقيقه بقى انا مش عارفه اقول لك ايه. اقول لك ازيك يا طليقه ابني ولا ازيك يا مرات ابني؟ لا حضرتك ما تقلقيش نفسك خالص، ممكن تقولي لي ازيك يا عروسه او يا انوش. اوش. طيب ندخل في الموضوع بقى يا عمي. الحقيقه انا كنت جاي لك انا وماما علشان نطلب منك ايد بنتك ومراتي انجي. اخسى عليك يا علي، ما تكسفنيش بقى. ما تقوم يا عمي وتقعدني جنبها. مش لما نتفق الاول؟ نعم نتفق على ايه؟ ما هو انت عارفه يا ست السياده ان بنات اليومين دول بيبقى لهم طلبات وشروط وحاجات ومحتاجات، ولازم كل واحده. علشان كده انا اللي هتكلم عشان من حقي. ما ينفعش اتكلم وانت موجود يا بابا، عرفت ربي فعلا. بص يا علي بقى، انا موافقه ان انا ارجع لك ونتجوز ونعيش في بيت واحد تاني، بس ليا شروط. شروط ايه تاني يا انجي؟ ما بلاش السكه دي بقى. ايه يا علي، هتختفي تاني وتقلقني عليك علشان طلب صغنطوط قد كده اهو؟ قد ايه؟ قد كده اهو. وحياتك لو قد كده اهو انت تؤمري. بص يا علي، بيحصل ايه قبل الخطوبه؟ بيحصل طلاق. لا مش في حالتنا احنا، في الحالات الطبيعيه بيحصل ايه؟ بيحصل حاجات كتير. لا بيحصل معاكسه يا علي، وانا بصراحه عايزك تعكسني. عكسك؟ لا يا انجي لا، كده اوفر، طلبك مرفوض. اخص عليك يا علي، ده اخر طلب هطلبه منك وبعد كده هنتجوز على طول.
وليه يا حبيبتي؟ ما تطلبي فترة خطوبة عشان تتعرفوا على بعض. اه وبالمرة كون نفسي. اخسى عليك يا علي، ده آخر طلب هطلبه منك. لو بجد عايزني أبقى مبسوطة حقق لي الطلب ده. أنا عايزة أحس إن أنا ببدأ معاك حياتي من جديد، وأحس بكل تفاصيل الخطوبة. عكسك؟ لا لا يمكن ابدا، ما تطلعش مني. انا شفت كتير وقليل، انما الشاسيه ده ما وردش عليا ابدا. لا يا علي من فضلك، انا طلبت منك تعاكسني بس من غير قله ادب. حاضر. طب ايه القسه توك ده اللي ماشي توك ده؟ ايه ورد الجناين ده اللي يصحي النايم ده؟ ايه الدم السم ده اللي يسير اعصابي ده؟ ايه يا راجل انت ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ مش عيب عليك في السن ده يطلع منك كل ده؟ كلمني فهمني. كلمني كلم كلم. كلمني فهمني فهم فهم. فهمني. لو سمحت من فضلك كفايه لحد كده، ستره لم نفسك. طب ما تيجي نتلم في عربيه احسن، ده انا بقالي 3 ساعات بعاكس فيه. نتلم في عربية دي يا أستاذ؟ من فضلك كفاية لحد كده. إيه ده؟ أنتوا مين؟ أنا شباب ضد التحرش. لا لا لا، أنتوا فاهمين غلط، دي مراتي. لا 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 حضرتك، أنا مش مراته، ده بقاله 3 ساعات ماشي ورايا بيعاكسني. لا يا فندم، الموضوع بس أنتوا، دي مراتي وهنتجوز بالليل النهاردة، يعني هو إحنا كل واحد مسكه يقول الكلمتين دول؟ أنتوا لازم تتعدموا عشان تبطلوا تحرش. يا بيه بس انت فاهم غلط. تعالى معانا. اتحرش بيك ايه يا وليه؟ ده انا جايب منك حيلين. يلا الله يا انجي. انا مش متحرش، انا مش متحرش يا انجي. انا راجل محترم، انا راجل محترم، انا متحرش، انا متحرش يا سمير، انا متحرش. انا مش فاهم انت مستعجل علي، ما انت هتتجوزها النهارده، يعني هتتحرش هتتحرش. ايه اللي طلبت منك انك تتحرش بيها؟ لا يا سيدي، طلبت ان انا اعكسها. قال الوليه مجنونه، فاكره نفسها لسه في ثانوي. انما هي طلبت فعلا انك تتحرش بيها؟ ايوه يا سمير. بقول يا سمير امسح بقى، انا مش طايق نفسي ولا طايق الوليه دي، وبفكر افشكل الجوازه. لا 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 لا، حته تحريشه هتخليك تفشكش الجوازه. استنى بس، بس لازم محلول فيسيسكوف احط الاول. محلول ايه؟ فيسيسكوف. هو ده بيشيل البنت؟ بيشيل التحرش على طول. الله يخليك. بس هي طلبت صحيح منك ولا انت؟ بقول لك طلبت اعاكسها يا سمير. انت ايه المايل اللي انت حاطه ده؟ في صف الصاروخ ده. انا لا متحرش. قال اكيد طلبت ولا؟ بس اللون يجنن عليك، اللون الفسكوفي ده عليك يجنن فعلا كده، بقيت متحرش. مرسي قوي ان عجبك يا سمير. اتشالت البتاعه دي ولا لسه؟ لسه صديقي متحرش.